اما هو انا مش تامر حسني برضه. كنت بتكلم مع لميس مره اللي ماسكه الاكونت بتاعي بتساعدني فيه يعني بتنزل حلقات. فلميس كل شويه تبعت لي كل يوم 5 حلقات اقول لها لا وحشه. وجون اللي بيأدي يقعد يطلع حلقات اقول له لا يا جون وحشه. وبعد كده اي كام ابوز ايه بقى يا ميشو شفتوا الحلقه دي احنا نزلناها طلعوا لي منها حته صغيره هنزلها تاني. فاما نزل حته صغيره تاني فقامت لميس قالت لي ما هي نزلت قبل كده. اما هو انا مش تامر حسني برضه يعني انا لسه ما روحتش بقيت تامر حسني. مش تامر حسني ده مش معناه مش قصدي ان انا لازم يبقى عندي كونتنت جديد كل يوم. انا عملت كومباينيشن اوف 20 حلقه ونزلتهم. بعد كده نزلتهم تاني بس سنابس. بعد كده نزلتهم تالت بس غيرت المزيك. بعد كده نزلتهم رابع بس غيرت الستيتمنت. بعد كده نزلتهم خامس بصوره وعليها تكست. كفايه هو ما سايب. فانا بنفس ال 20 حلقه قدرت اطلع كونتنت اوف 80 حلقه. ليه بقى؟ لان اصلا التكرار بيخلي الاودينس اصلا يسمعوا يفهموك يصدقوا يعملوا. لان انا لما اقول لك النهارده برسيل مفيش مستحيل للغسيل انا كده وصلت المسج صح. ولما اقولها تاني ولما اقولها تالت ولما اقولها رابع فتكرار المسج على الكونتنت بتاعك از بلاتفورم ده مش غلط ابدا. لان النهارده لو شافني 1000 واحد وانا بعمل اعلان مثلا يا سميره بتاعه الماركتنج فانا ممكن اعمل بنفس الماتيريال دي اعلان تاني شافني 1000 تاني وبنفس الماتيريال دي الاودينس مش هيخلص. لو عندك الفانل بتاعتك فيها مليون بني ادم عارف يعني ايه تو ريتش مليون بني ادم تقول لهم كريستال الدوره الشهيه 2000 سلام وتحيه وانس طب تاني طب تالت طب رابع لحد ما اكبر ويبقى عندي 40 سنه وحافظ الاعلان كريستال الدوره الشهيه 2000 سلام وتحيه. ده تكرار. ده الاعلان طلع في التلفزيون اكتر من كل حاجه عشان احفظه. فالكونتنت اللي عندك انت كحد بتبيع حاجه انت مش محتاج غير ان انت تحفظ الناس ان ده احسن كاميرا احسن تليفون بقى احسن كاميرا مرسيدس ذا بيست or nothing عملت برشور the best or nothing عملت pamphlet the best or nothing اخدت بيربولد the best or nothing. انا بترين دماغ الناس ان هي تحفظ my statements بس انا مش تامر حسني. لو عجبك الكلام ده اعملي كومنتات هطلع لك تاني كل يوم.